أنا واحدة عندي 80 سنة يا حبيبتي وبنتي دكتورة يا حبيبتي. وما بتسألش عليا هي فين؟ وما عايشة بتسألش فين؟ عليا لا خالص، حول ولا وهي قوة. بيتها جنبي وكانت في السعودية. بصي يا أستاذة، وكانت وما بتفوت المستشفى جنبي وما بتفوتش عليا. لا حول ولا وبعدين قوة إلا قالت بالله. عليا إن هي من 35 سنة شافت عمها بيمسك دراعي، مش قبلاني ومش طايقاني عشان كده. وبعدين وانت جوز وبعدين حضرتك، جوز قالت حضرتك اتوفى امتى؟ نعم، جوز حضرتك جوز ميت شهيد في حرب 73. الله اكبر. والعم كان ماسك دراعك بعد وفاته يعني؟ قبل وفاته وبعد وفاته، هو من 35 سنة كانت هي لسه في سنة أولى في الكلية، ما هو حرب في كلية اكتوبر كان، طب. هو كان والدها كان اتوفى، لأنه حرب أكتوبر دي ده من 48 سنة. المهم يا حبيبتي، ما اتفضل. هي عندها حوالي 54 سنة. وبعدين معلش طولي بالك عليا احسن، انا حاضر تعبانة حاضر، ألف سلامة يا حبيبتي، معلش. تعبانة منها والله، من الكلام اللي قالته ده. هي لسه بتقول لغاية دلوقتي؟ ده لسه مفتحة الجمعة اللي فاتت. وبعدين انا كمني ما بروحلهاش، انا قاعدة ما انت 80 سنة. كمني ما بروح. تعمل شوية مسرقة، تعمل تعبانة. خدت توك توك وخدت اللي يشرفني ورحت ازورها. ها وبعدين الاخر كلهم فوق، وحيشة ولادها عني، وجوزها دكتور كبير وحيشة ولادها عني، ما يزورونيش ولا زورهم. وتقول عليا بتطلع اما اخد توك توك واروح البلد، ارجع جايبه معايا حاجات. البيت اللي انا مركبني فيه طالبين التوك توك بالتليفون، يقوموا يقولوا له طلع لها الحاجه لحد الشقه لصاحب التوك توك. يقوم تقول له ده انا بيطلعوا التكاتك بيطلعوا لها. واتصلت بالبلد قالت لهم على الكلام ده، ان عمي مسك هي بنتك الوحيدة؟ هي بنتك الوحيدة؟ لا معايا أربعة، والأربعة كويسين؟ خمسة الخمسة كويسين؟ الخمسة. ما هي قالت لواحد فيهم بيكسر في الحاجة ويصوت، قال من 35 سنة جاية تقلب الكلام ده يا دكتورة دعاء. لا ما ينفعش، ما يصحش، ده احنا بنستر. أنا بدعي عليه، أنا بدعي عليها دعا، وهو ده أنا ما حصلش حاجة من دي. وبتوع التكاتك بيطلعوا لها الشقة عشان يطلعوا لي الحاجة. لسه بتوع التكاتك دول وأنا عندي 80 سنة، مين يصدق يعني؟ طلعوا لي سكرت البصل، طلعوا لي وإيه الجبنة يعني؟ اللي أنا جاي. وإيه يعني؟ ما الناس كلها بتوصل عادي. طيب أنتِ اتكلمتي معاها قريب؟ اتكلمت من جمعتين. قالت لك ايه؟ من جمع... لا ما بترضاش تجيلي عشان ما اعتبهاش، عشان هي مش قادره تجيلي عشان ما اعتبهاش. يعني مقاطعاكي بقالها قد ايه؟ هي بتجيلي كل ما اختار تيجي تتكلم هنا معايا شويه، لكن ما تقدرش تجيلي لوحدها عشان عارفه نفسها ان هي الكلام ده طب مش بس يعني معقول. هي بتزورك مع اخواتها يا حاجه؟ لا ما بتزورنيش خالص، ده المستشفى اللي بتشتغل فيها جنبي جنبي، وبتلف التاني من بتلف من الخدمة. الشارع التاني عشان ما تفوتش عليا. انا باخد الكرسي في الاسانسير وانزل اقعد شويه في الحوش تحت، تبقى شايفه اللي رايح واللي جاي، تلف من الناحيه التانيه عشان ما تشوفنيش وانا قاعده. ومش قادرة أقول لك على بقية الكلام، لأن عارفة إن الكلام هيتف على التلفزيون حاجة ما وتقول تقوليش. لأختها أنا مين اللي واقف جنبك يا أم في البيت؟ مين اللي وشاهد. بيساعدك؟ مين اللي بيساعدك في شغل البيت وواقف جنبك؟ لا الحمد لله عندي 3 شغالين. 3
ثلاثة. هو الفكرة مش المساعدة، هي مستنية. أنا بس انت طبعا مش مستنية منها حاجة، انت بس عايزة بنت بتسأل عنها. انا مبسوطة والحمد لله وبودلهم. امال ايه؟ انا بودلهم وجايبة لك هي واختها جايبة لهم جدي في العيد لوحدهم. ما شاء الله ربنا نهار الضحية غير بتاعتي. هي اللي فارق معاها نفسيتها ازاي بنتها البر. ما تسألش فيها البر وما تسأل. ايوه البر والواحد مش محتاج، ولما تبقى عندها 80 سنة هتحتاج ايه؟ بصي يا حاجة، هي اللي تصعب علينا دلوقتي. أيوة. يعني اسمعي الكلام وهي اللي صعبانه علينا مش انتي. انتي الام، انتي الملكه، انتي الملكه الام. اقول بقى انا، قول يا صلى على الحبيب. اولا كل ام زي دي او كل اب على نفس النموذج يعمل كده، عارفه ليه؟ ان ربنا ما حواجهمش لاولادهم. ايوه صح. وان ربنا سترهم. وخدي بالك يا فندم، كون الابن او البنت تاخد من باباها ومامتها ده عز. حتى لو البنت ده وزيره. والاب والام لما ياخدوا اولادهم ده مش عز. فربنا يا رب كل اب وام بيسمعونا، يا رب اولادكم ياخدوا منكم وانتم ما تاخدوش من اولادكم. دي اول ايه؟ اول بشره. تاني بشره يا فندم، بقول للبنت اللي بتعيب، طبعا احنا ما سمعناش للطرف الثاني، بس دايما في برنامجك وكعادتنا ومنهجنا عمر ما بحط الاولاد قصاد الاباء والامهات ابدا. يعني احنا مش مضطرين نسمع من البنت ابدا ابدا يا فندم. اقول لك حاجه من الاخر خالص على الهواء. الام لو كافره والاب لو على غير الاسلام تبريه. كلام جميل كده، مفيش مقارنه ايا كان اللي هنسمعه. بس عايز اقول لك حاجه، احنا مامورين نستر على اي حد غلط. امال اهلنا؟ طب في نقطه يا فندم، ده في نقطه اهم. يا فندم عارفه في مثل بس مش هقدر اقوله على الهواء، عارفه بقول لك مش عارف ايه وتيجي في عبك، عارفه اقفل القدر على فمها تطلع البنت ايه؟ لامها. طب ما امك لو وحشه ما انت تبقى اوحش، ما امك لو ماشيه غلط هتبقى انت اغلط. انت في الحقيقه بتعيبي في نفسك، لان المعوم بتاعك هو امك. سبحان الله، ده الصح ان انا استر. وبعدين 80 سنه يا فندم، ده انا عايز اصوت على الهوا. 80 سنه وتقولي بتاعي التكاتك بيطلعوا لها؟ طب ايه انا مش عارف، انا مش جسمي مش متحمل ان مش عارف. وانه انا شفت من 35 سنه بتطلع ده عندها حاجه و50 سنه البنت، عندها حاجه و50 سنه الدكتوره دي، وبعدين دي متعلمه تعليم عالي. بقى هي الست بتقول ما حصلش وكذا وكذا وكذا، يا فندم تصلي على النبي. بس حتى لو شافت نحسن الظن، هي جوز. طب نحسن الظن، ولو حصل تمالك؟ ربنا اللي يحاسبها، هيحاسبها على غلطها وهيحاسبك انت على تقصيرك في برها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعمر اي ابن او بنت عاقين بابوهم او امهم حتى لو كفار هيتحاسبوا. سيدنا النبي قال العاق لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نافلا. طيب تنصح الام بايه؟ ما تدعيش على بنتها ابدا ولا ابنها بصراحه، يعني ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. لان ممكن دعوه من اب او ام تدربك الدنيا على الابن او البنت، تدربكها. لكن ادعي له بالهدايه واحمد ربنا انت مش محتاجه ليهم، دي فضل من ربنا. وده ربنا يهديها، ربنا يصلح حالها. وان كانت البنت بتسمعنا بقول لها اتقي ربنا. امي 54 سنه وامها 80، خدي بالك بقى، ما بقيش لمامتك من عمرها قد اللي فات. الحقي نفسك، لان لو ماتت وهي مخصماكي وهي غضبانه عليكي فقولي على الدنيا السلام. وده كاس وداير هتشربي من نفس الايه؟ الكاس. كما تدين تدان.